بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا طلاب في فيديو جديد، أخصص هذا الفيديو لطلاب الصف الثالث لمختبر انتقال الحرارة. اليوم بهذا الفيديو راح نتعلم شلون نستفاد من برنامج الإكسل، وهو برنامج ممتاز جدا لأداء حسابات التجارب المختبرية. راح ييسر لك برنامج الإكسل كثير من الحسابات اللي انت اذا تريد تسويها باليد واستخدام هاي الحاسبة الكالكوليتر الصغيرة راح يستنزف من عندك وقت اكثر، وكذلك تكون ربما النتائج بيها شك، بينما برنامج الاكسل راح ييسر لك كثير من الامور راح نشوفها هسه. انطيتكم مثال هسه حاليا على حسابات التجربة الثانية على مود تكون الامور واضحة. جبت عندي رن موجود سابقا حول التجربة الثانية، وهي verification of Fourier law of heat conduction. فإذا نتذكر سوية مرة سريعة على هذه التجربة، كان عندنا شيفت يسخن من الطرف اليسار، تنتقل الحرارة من خلال الشيفت وتوصل إلى ماء التبريد. الكيو نقدر نحسبها من معرفتنا للماس فلوريت، من خلال معرفتنا للماس والتايم كتلة وزمن، والسي بي مات الماء. شوف هنا هسه انا ناسي السي بي مات الماء، راح اكتبها لكم هنا. هاي طباعة عادية طلاب، سي بي مجرد، وهنا اطبع ايضا 4180، اكون متأكد من الوحدات مالتي. فاذا ام دوت سي بي، الدلتا تي موجودة وهي تي اوت ماء ساخن محمل بالحراره ناقص تي ووتر ان، راح تكون الكيو معلومه. شلون اقدر احسبها؟ راح ابرمج لكم الكيو اوت في مكان هنا، اكتب هنا كيو، راح اقدر هسه احسبها بهذا المثلث. اقول تساوي، مجرد ما تدوس يساوي تتحول هذه الخليه الى خليه بها معلومات رياضيه، يعني ربما يقترح عليك استخدام داله معينه، او انت ايش تسوي؟ تساوي ام دوت، افتح لها قوس، والام دوت هي عبارة عن الكتلة. شوف الكتلة بعد ما صارت الماس، يعني ايش اسمه، تصير رمزها رمز الخلية وهي سي 4، لاحظ، تقسيم الزمن، ادوس على الزمن، النوبة في السي بي، هاي قيمة السي بي، في ايضا فرق درجات الحرارة، افتح لها قوس، تي ووتر اوت، تي ووتر اوت اذا صارت اتش 4 ناقصا تي ووتر ان، واسد القوس وادوس انتر، فاذا بكمية الحرارة قدرت احسبها لخمس مراتب من الدقة. تريد تزيد الدقة مالتك، اشر الرقم وروح على هذه الإيقونة، قلل الدقة أو زيد الدقة. شوف أقدر أحسب لك شقد ما تريد دقات هسه، هذا تقدر أنت بالحاسبة تقدر توجد هالشكل، وما له داعي طبعا هذه الدقة. زيد حجم الخلية، فأكتفي ربما بخمس مراتب، هاي فقط إظهارها وإلا هو ياخذها كلها بضمن الحسابات، فتصور وياي شقد الحسابات تصير دقيقة. الكيو معلومة، تساوي ناقص كي بالأي دي تي الى دي اكس. نجي لها وحدة وحدة. اول شيء المساحة ما موجودة، هسه احسبها المساحة، راح اخلي هنا المساحة واضيف هنا للمعلومات ديامتر، اطبع هنا دي واضيف هنا 0.01 وتساوي المساحة، اعتقد رمز الباي هو يعرفها، فباي اعتقد هذه بي اي، شوفها هذه هو يعرفها باي. طلاب انا تفاجأت انه الباي بها قوس، فمن قريت لها عن هاي الدالة اذا شي ما اعرفه شو اسوي، اروح اقرا على الدالة، فمجرد ما دست الدالة فوق فهو شي قال لي return the value of باي اللي هي 3.14 الى 15 ديجيت بعد الفارزة. فانت هذا القوس فائدته انه تكتب كم مرتبة تريد، فعادي يكتب مثلا خمس مراتب من الدقة الشكل، فصارت عندك قيمة باي معلومة، باي على 4 دي تربيع في
الدي تربيع وينها؟ صارت هاي القيمة مرفوعة للأس، الرمز مال الأس هذا تربيع تقسيم 4، صار اكو خطأ عندنا بالدالة. For information about fixing، اوكي قيمة الباي ربما نشوف هذه القيمة، ايضا خطأ. طلاب تفاجأت انه انا الباي هي لازم تخليها قوسيا فارغة، يعني سويت راح دست على هاي الدالة، وممكن تروح للانفورميشن مالتها وتعرف من خلالها كيفية help on this function. انت بعد حاجتك انت شنو تريد من هذا البرنامج، لازم تبدي تطور نفسك وتقرأ على هذه الدوال. فمباشرة نطاني قيمة المساحة، احنا اتفقنا Q تساوي ناقص K بالA dt الى dx. عندنا مهمة يعني لازم نطلع المشتقة dt الى dx، وانا عندي رسم هذا T، شوف شلون سطرتهن T1، هاي مجرد ترتيب لا اكثر ولا اقل. اسوي كليك هنا ومثل ما اتفقنا نروح لل insert ونختار scatter مبعثر، ونسوي select data، ونسوي add. اتفقنا دائما اسمي الرسم باسمي، لاحظ طلاب شلون طبعتها دي تي الى دي اكس. متاسف كنت اتصور انه انا مطفي الفيديو توقفت شويه. فهسه هذه المشتقه مجرد نقلتها من هذا الرسم، وهذا الرسم انا ربما اضيفه الى التقرير مالتي، مسموح لك انه تسحبه بالطابعه وتضيفه. قلنا اسمك فقط لضمان حقوقك لا اكثر ولا اقل، فما ماكو مشكله انه انت تساعد زميلك تبين له، بس هذا راح يكون كود، يعني الكود مالتك اتمنى يكون خاص بيك، مالك شغل زميلك شلون يريد يرتب يرتب، انت هذا شغلك لا تطيل لأحد، ساعد ماكو مشكلة بس ما انطي الى احد. بامكاني هذا اشيله مثلا بعدين بالسحب، سوي ديليت، مجرد ترتيبات. انت بامكانك حتى انه هاي الداتا مثلا تسوي لها تحويض بالفورمات على اساس انه هاي هي الانبوتس بوردرز الشكل، وتقدر تسميها هاي الانبوت مثلا، وهذه هي الحسابات. بعد انت براحتك اكو هواي ترتيبات، ربما طالبي يسوي لي اياها مثلا الوان هنا مثلا اضيف بهذا الشكل، وهكذا اضيف سطر للوحدات مثلا انسيرت، فهاي الماس مثلا هي كيلوغرام، والتايم هو سكند، وهذه بالامبير، وهذه بالفولت، وهذه بالسيليزية، وهذه بالسيليزية، وهذه جول لكل كيلوغرام دوت كلفن، وهذه بالمتر، وهكذا. شوفوا هواي اكو امور انت براحتك بامكانك ترتب الحل مالتك بحيث يطلع برونق ممتاز. وشوف شلون حلو هذا البرنامج، انه انت تغير، هسه انا اقدر اغير القطر مالتي مباشرة تتغير النتائج. فرضا اذا قلت يابا اذا مثلا طورنا التجربة وجبنا الشيف الثاني 2 سنتيم، شوف تغيرت. فهذا الممتاز انه انت بمجرد ما تغير رقم واحد النتائج كلها تكون جاهزة لك.
هسه لازم نبرمج قيمة الكي ما بقت ان الكي تساوي كيو تساوي ناقص كي بالاي دي تي الى دي اكس فالكي شي يساوي كيو تقسيم طبعا اشارة الناقص ويا الدي تي يعني تروح ناقص بناقص ناقص القانون اقصد وناقص مال الجراديانت مال دي تي اوفر دي اكس فالكي تساوي كيو تقسيم المساحة في المشتقة اذا كي لاحظ طلاب برمجت الكي هو عبارة عن ناقص الكيو تقسيم اوصيكم دائما باستخدام الاقواس تقسيم طبعا المساحة في المشتقة اوصيكم دائما حصر القيم داخل اقواس لا يكون النتائج مالتك خطأ لان هو البرنامج عنده اولوية يقدم الضرب على الجمع على الطرح القسمة يقدم يمكن الضرب على القسمة وهكذا يعني ربما هو يقسم هاي القيمة على هذه القيمة والنتيجة كلها يضربها في الدي تي الى دي اكس اذا ما تخلي قوس فانت جرب شوف النتائج مالتك ومجرد مثل ما قلنا انه اخليه وادوس انتر راح تكون عندي قيمة الكي جاهزة اريد اطلب من عندي الاستاذ انه اوجد الايرور معكم مشكلة ايرور يساوي شوف هنا ادوس يساوي هل يوجد هنالك دالة ابسوليوت هذه اي بي اس ريتيرن ابسوليوت فاليو اوف ا نمبر وذاوت ات ساين جيد جدا الابسوليوت اريد هذه القيمه ناقصا 399 واقسم النتيجه تقسيم 399 وفي الغالب انه احنا نخليها 100% يعني نضربها في 100 وتكون عندي نسبه الايرور جاهزه اتمنى تكون المحاضره هذه مفيده لكم طلاب هسه اوكي بعد تمت حسابات التجربه بالكامل قلنا هاي اكو فيها كات الطلاب مثلا يريد يخلي لي هنا الوان الامور تكون اوضح له مثل ما تقول فيها كاتك ترتيباتك هنا مثلا تخلي لي الوحدات مهمه حيث ان الكيو وحداته هي الواط المساحه متر مربع هنا سيليزية لكل متر هنا واط لكل متر دوت كلفين والإرر اللي هي النسبة المئوية بيرسنت 10% شوف شلون الترتيب مالتي هقدر أنا هسه هذا الشراء وأسحبه بالطابعة السحب بالأكسل يعني بشوية يعني بعض الأمور هم لازم تتعلم لها الوقت انا ما اريد يفوق يعني كثير لان بالتحميل يصير صعب فاكتب باليوتيوب how to print an excel sheet فانت هو يعلمك اكو ربما عندك البيج لاي اوت تظهر جاي يشوف بالفيو تضطر تطلع لنا البيج بريكس وتسوي هنا المعاينة قبل الطباعة هواي امور انا هاي بعد ما اقدر كلها الخصها في فيديو واحد حبيت فقط انه انا اسوي لكم حسابات للتجربة الثانية تكون مفيدة لكم وارتئيت انه اختار قيم ما موجودة عندكم خاف تقول مثلا هو راح يساعد الجروب اللي بعده ما مسلم تقارير فهذه مو نفس القيم اللي موجودة هذا رن اخر مسوينا احنا وكانت نسبة الخطأ 10% جيدة جدا شكرا جزيلا طلاب واتمنى لكم التوفيق.